كله. بعيدا عن تقنيه الفار، وحضرتك كنت احد مسؤولين لجنه الحكام، يهمني اعرف يعني لجنه الحكام بتختار، او ايه هي المعايير اللي على اساسها بتختار الحكام لاداره المباريات؟ يعني هل بيتم الموضوع بشكل ليه علاقه بجماهيريه النادي؟ هل بيتم الموضوع بالدور؟ هل بيبقى فيه قرعه؟ يعني على اي اساس بتتحدد المعايير اللي بختار منها بيها حكم معين لاداره مباريات الدوري؟ تمام يا كابتن احمد، السؤال جميل جدا برضك. عشان نوضح للناس كلها، هو لما الفار اتعمل للاسف الشديد احنا كان هناك في حاجه اسمها رخصه الاون فيلد. الاون فيلد اللي هم ايه؟ الحكام الذين لهم الحق في ان هم يحكموا في ميدان اللعب. تمام. وللاسف الشديد هم حكام قليلين جدا جدا يا كابتن احمد. أي. يعني احنا بنتكلم تقريبا في 18 حكم هم بس الذين يحملون رخصه الاون فيلد. انا ما اقدرش اجيب حكم ثاني من الحكام يقدر يحكم لان هو معهوش الرخصه. وبالتالي احنا بنقول ايه؟ احنا لابد ان احنا نوسع القاعده بتاعت الاختيارات من خلال عمل كورسات تاني للفار لحكام تانيين ياخدوا الفرصه بتاعت الاون فيلد، لان انا عشان اعمل تدوير او روتيشن للحكام لابد يكون عندي على الاقل 35 او 40 حكم. النهارده حضرتك انت بتلعب في 18 حكم، يعني معنى كده ان كل اسبوع 9 حكام، 9 و9 كل اسبوع الحكم هيلعب. بس حتى لو كان العدد قليل يا كابتن نصر، زي ما حضرتك بتقول، مش من المنطقي شويه انه كابتن ابراهيم نور الدين يدير مباراتين للاهلي تقريبا في خلال يمكن ايه 10 ايام 12 يوم؟ يعني برضو مع كامل الاحترام لانه العدد قليل زي ما حضرتك بتقول، بس مش من الطبيعي احنا عندنا 18 حكم، يعني المفروض نقابل مثلا. انا مش ضد كابتن ابراهيم نور الدين، انا بتكلم عشان نفهم بس سياق الموضوع بيمشي ازاي. لكن من الطبيعي ان انا اقابل كابتن ابراهيم مثلا كل 7-8 ماتشات، لكن يعني في 12 يوم كانت طبعا هنتكلم في التعيينات دي مهمه جدا. موضوع التعيينات مهم جدا، واعتقد ان الكابتن وجيه احمد موجود ورئيس لجنه الحكام. أيوة. ويمكن هو مسؤول عن التعيينات بقاله فتره كبيره جدا. ولكن بنتكلم في كمان حاجه مهمه جدا، معايير اختيار الحكم للمباراه. أيوة. كل حكم لابد ان هو يكون يعني جدير بمباراه، يعني مش كل مباراه تمشي على كل حكم يا كابتن احمد. ولكن بنقول ايه؟ بنقول ان احنا لو حكم مثلا، يعني انا بتكلم ايام ما كنت حكم وانا عندي مشكله مع نادي او في مشكله مثلا مسبقه، انا يعني بيتم ببعادي شويه عن النادي عشان انا ما بقاش انا تحت ضغط نفسي كحكم، وبالتالي انا النادي كمان بيبقى ساعات احيانا مش متفائل بيا. مش هنقول ان انا الحكم وحش، لا، هنقول انه مش متفائل او مش مرتاح ليا. وبالتالي هنا بنراعي حته مهمه جدا جدا، الحكم اللي بيكون عنده خطا مع نادي لابد ان احنا نبعده شويه وبعدين نبتدي نرجعه بشكل واحده واحده، وبالتالي هنا يبقى مفيش مشكله. ده الاستثناء يا كابتن ناصر، معلش يا ساره، ده الاستثناء. انا عايز اعرف القاعده اللي على اساسها بتتوزع الحكام او اسماء الحكام على اداره المباريات. يعني هل بيبقى في اجتماع اسبوعي بنقعد كده نقول والله الحكم الفلاني هيلعب هيحكم ماتش كذا، ولا بيبقى في دور، ولا بيبقى في قائمه من بدايه الموسم مع اعلان مواعيد الماتشات والجدول بيتم تحديد او تسكين الاسماء بتاعه الحكام؟ ايه السيستم المعمول بيه في داخل لجنه الحكام؟ تمام، كلام جميل وكل اسئلتك حلوه يا استاذ احمد بيه. احنا بنتكلم في اختيار الحكم في التعيينات، اكيد في لجنه التعيينات موجوده. هذه اللجنه تجتمع كل اسبوع وبتشوف مثلا المباريات المهمه في الجدول. هل هذه المباراه مين ياخدها؟ فلان او فلان او فلان. وبعدين هنا بياخدوا اراء وبتصويت على النادي الاهلي مثلا عنده مباراه، النادي الزمالك عنده مباراه، لا فلان الحكم الفلاني هو اللي يقدر يشيل المباراه. اكيد بتبقى في لجنه الاختيار، واللجنه دي بتبقى عامله معايير لاختيار الحكم في هذه المباراه. طيب كابتن ناصر، بس عايز اعرف من حضرتك، يعني لو الاخطاء دي فضلت مستمره وعدم تطبيق الفار بشكل صحيح في الدوري المصري، هل ممكن يبقى في عقوبات من الفيفا؟ هل ممكن مثلا يتم سحب الترخيص؟ يعني ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه التوابع؟ تمام، الاسئله جامده. عاوز اقول حاجه مهمه جدا، ان الفيفا يتابع كل ما يدور في الفار عندنا في مصر، وبالتالي هو في بروتوكول للتطبيق وفي اجراءات للتطبيق. وهنا الفيفا بيلزم اي دوله تنفذ او تطبق الفار بهذه المعايير. عندما يلاحظ الفيفا ان هناك مثلا الامور مش ماشيه بشكل كويس، اكيد بتبقى في اجراءات من الفيفا بالتحذير او بالانذار او بايقاف الفار لفتره لحين اعداد الحكام بشكل جيد. صحيح، هنشكرك شكرا جزيلا ونعتذر على الاطاله. اعتقد حضرتك نورت لنا جزء كبير جدا من الجزئيه الخاصه سواء بالفار او بمعايير اختيار الحكام. بنشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس. شكرا يا فندم. طبعا تخلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم نكمل كلامنا في السادسه.